المهاجم اليوم الذي يسكن ثنائية رفقة رفيق عماد متعب مسجل الهدف الثاني في الركنية لصالح محمد أبو تريكة. مرفوع الركنية صعب. أنت رائع، أنت رائع يا أيها الرائع. ممتاز شوشي، خلاص دخل في المباراة، دخل في المباراة فوزي شوشي. كنتم خائفون عليه، ها لا تخافوا حسين فوزي شوشي دخل بقوة والتقط أول كرة خطيرة. حذاري حذاري من عبد بوتريكا، حذاري من بوتريكا. يا شوشي، يا شوشي أنت البطل، ستلعب مباراة كبيرة اليوم. كنت سأقولها منذ حين ولكنني أقولها الآن، ستلعب مباراة كبيرة وأنت الذي ستؤهلنا إلى المونديال. نادر بالحاج أنت يا منتصر صار، هكذا أسميك ابتداء من اليوم. شوشي فوزي إدويك زيدان، زيدان زيدان صعبة، زيدان صعبة، زيدان صعبة، زيدان صعبة، صعبة 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 صعبة. أولا لا، أولا لا، أولا لا على منتصر، أولا لا على منتصر، ينقذ الموقف. مباراتك يا شوشي، مباراتك يا شوشي، مباراتك مباراة عمرك يا شوشي. يلا يا شوشي ينقذ الموقف. قلت لكم بأن زيدان خطير وسريع وفنان وقوي ومتعب ومتعب، ولكن فوزي شوشي ليس إلا يا سلام يا سلام يا سلام يا شوشي، وكأن سجلنا هدفا ثانيا. يا سلام يا شوشي، أنت رائع وأنقذت المنتخب. شوشي ينقذ الجزائر من هدف، يا سلام على شوشي. حذاري قلت لكم بأنه يا حذاري يا سمير يجب أن تتفق.